وما زلنا مع المبدعين في ممر المبدعين، وشفنا صراحة شغل بطل، مجسمات، رسمات، علاقات، كوسبلاي. تعرفون بنفسك؟ What's your name؟ رانا. رانا. منتهى. منتهى. روبا. 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 أنتم سوينا بنفسكم ولا شارينا قاعدين تسوقونا؟ احنا سويناها بنفسنا. كنا نشتغل على الفقرات اليدويه هذه والاشياء اليدويه هذه، وكنا كمان طبعنا رسوماتنا على عده اشياء مختلفه، ويعني الحمد لله. اشتروا الناس منكم؟ الحمد لله. يعني الناس يدعمون الموهوبين؟ ايوه الحمد لله. يعني كان في انه يعني اقول انه شيء يدوي وكذا، فانه يعني كان في يعني حماس اكثر شوي. طيب انتوا تبيعون بس في الكوميك كون ولا تعطيك انستغرام وتويتر؟ عندنا انمي ستور اونلاين حقنا، برضو نبيع فيه الاشياء اليدويه. حلو. شنو حسابكم في الانستغرام؟ انمي لورد اندرسكور حبه حبه. اوكي، انمي لورد اندرسكور يو اي اي. طيب بعرض لكم الحين بعض رسماتهم واعمالهم المبدعه. صوره ناتسو. ناتسو واسما ناتسو. ناتسو واسما ناتسو. مين هذي؟ اوسي كيوت. اوسي كيوت. من اي انمي؟ لا اوسي صدري عنها. اوريجينال. هنا المبدعة روبا واسما شخصية باسم اوسي كيوت. الجميل بس يو اسمه يو كده بس. هنا المبدعة روبا مسوية شخصية يو، طبعا من ابداعها الشخصي مش من اي انمي او مانجا. صراحة رسامة مبدعة 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 يا روبا. سي لخبط لكم زيادة. انا ميداليات أول متجر بنوقف عنده في ممر المبدعين اللي موجود في كوميك كون، متجر اسمه ميثا نيادي، صح؟ لمسات ماخذة شخصيات كوميك ومدخلتها بلمسات جميلة، كانت شخصيات عربية. يعني زي ما انتم شايفين أتاك أون تايتن، زوبو غترة، شخصية من سوورز بالبشت، وشخصية برضو بالبشت. كنا قاعدة تطلع للجاز منظر عنيف. ايش قصتك؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ احنا مو بعنيفين. احنا طبعا انا امزح معاه، ولا ما شاء الله مبدع 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 والله. متجرها جميل جميل، وفي لوح جميلة صراحة. يعني يقدر اي واحد متعلق باللوح اللي في البيت يبغى يسوي حركات تراث، بس يبغى يكون ديفرنت انيوجوال، انه ياخذ شغله من دي ويخليها لوحه. صراحه اهنيك، مبدعه وفنانه جدا جدا جدا. اول مره اشارك، ان شاء الله ما حكون اخر مره، وان شاء الله المعارض الجايه ندعمكم بشكل كبير وواصله ودونت ستوب. واي واحد ينتقدكم قولوا له شكرا لدعمك فقط، منا وانتو شكرا لدعمك، هذا سبب النجاح صراحه. اهنيكم. طبعا حسابهم على انستغرام تشوفوني، طبعا ما تقدرون تلقون الكارت، فانا حاطه هنا.
وديني شيء هنا اللي هي فطوم اللي تعرفتوها على السقراط مشهورة جدا. فوقفت عند المتجر اللي هو وورد فانتسي أو وورد أوف فانتسي، لا شخصيات صراحة كيوت وكوميدية اللي هي عندنا فطوم خلود فانتسي وعيساني، واحدة شرسة وواحدة هناك مفاهية وبالنص واحدة كيوت. صراحة رسم مبدع لهم يوميات جميلة على انستغرام، تقدرون تحجبون حسابهم. طبعا بطوم غنية عن التعريف، لكن عندكم خلود فانتزي هذا حسابها بتشوفونا كاتبة لكم هنا خلود فانتزي، وفي ايسامي صراحة يستاهلون السلام، مبدعين جدا جدا مبدعين. مع المبدعين وقفنا هنا مع رسامين مانجا جميلين صراحة من الامارات. تعرفونا بنفسكم يا شباب؟ محمد يوسف وانا كاتب القصة. محمد يوسف كاتب القصة. احمد علي. انت رسام؟ انا رسام ومحمد الكاتب. وحوش وحوش صراحة رسم جميل. وش القصة تتكلم عن ايش؟ القصة تتكلم عن كتاب وريشة فيها حبر، الحبر اذا لمس شيء وتقدر بعدين تغير الماتماتيكال فورمولا المعادلة او اي شرح منطقي لهذا الشيء، من هذه الناحية تقدر تغير اي شيء مثلا الحجم الكثافة الوزن، يعتمد على ذكاء ليستخدم هذا الكتاب. ما شاء الله ما شاء الله، يعني شيء جديد شيء جديد. وهنيك على الرسم، هذه اول مرة لك؟ لا من ذوقك. ايوه هذه اول مرة حقنا. ايوه صراحة يعني اثنينكم احس اني قدام شخصيات من باكومان. نوعا ما تقدر تحصل الفكرة هذه، يعني صراحة كان ناقصكم بس تحون شقة وسام مانجا وخلاص، يعني تكون انتم باكومان. القصة اكسودينري زي اللي في باكومان، واحد يكتب قصة وواحد رسمها، وانا كني الناشر المتين اللي رحتوا له. ايوه الله يوفقكم. طبعا كيف ناس تقدر تطلب المانجا؟ حاليا عندنا فيزيكال كوبي بس في كوميكا، بس ان شاء الله في المستقبل في طرف ثاني تحصلون. مو مشكله. شنو انستغرامك؟ فبتحصلني في انستغرام في على الاكونت @riexn. الله يوفقك يا قلبي. انستغرامك @xalaliex. انستغراماتهم شفتوها مكتوبه في الشاشه، سووا لهم فالو طلبوا المانجا، وان شاء الله ان شاء الله نشوف عندنا رسامين انمي قريبا وانميات عربيه. نكمل لفت. طبعا انا جاي الحين عند المبدع، اقول عنه مبدع وقول قليله بحقه، عند اخواني سيف الحسني ومحمد احمد. احمد محمد. احمد محمد. طبعا انتوا عارفيني في القناه اضيع في الاسامي يعني عادي. تجيب عيد زات. اوه في ذاك ساتورو اقول تسورو. سون جوكو اقول سين جوكو. عادي تصير. تصير تصير طبعا. لكن صراحه انا مع مبدعين. اشرح لي فكرتك، يعني انت تصممها ولا تصممها فوتوشوب ولا ايش؟ هو شوف هو بشكل عام انا مصمم جرافيك لكن بوب ارت. البوب ارت هو معرض لكن بطريقه شويه غريبه. زين يعني كيف اقول لك، انا حط فيها يعني تفاصيل اسلاميه زين حروف عربيه لكن بشكل جديد مع شكل القديم، فاسوي نفس المقصات لكن تكون بشكل جميل. والله انت مبدع يعني خلفيه لمسه الحال. يعني انا مصمم فوتوشوب، فتصميم فوتوشوب زي كذا مستحيل، لازم همسه جماليه. اول شيء مصمم الفوتوشوب يضيع لما يدمج ثلاث مشاهد اللي هي الشخصيه الخلفيه والمؤثرات. اغلب التصاميم تطلع سيئه لانها مدمجه. هنا تشوفون الشخصيه بارزه عن الخلفيه مع شخصيه ثانيه، تشوفون شخصيه حقيقيه شخصيه كوميك، وتحسونهم عايشين في نفس المكان. ليش؟ لان الخلفيه غير، الانامه غير، الانامه هو جايبها، الانامات هو حطها، والله ما قال لي بس انا احللها يعني لك. هذا كله هو مسويه عشان يحطهم في واقع واحد. هذا الحالة فن صراحة اللي سويته، فن فن فن. طبعا الأخ سيف الحسني أهنيه من السنة اللي فاتت وأنا أشوفه يدعم المبدعين ومعاهم في كل مكان، عنده حساب في انستغرام. صراحة أنت إنسان كشاف مواهب. الله يخليك. كشاف مواهب المبدعين انت ما شاء الله عليك. تعطينا انستغرامك مره ثانيه ولا تدرون؟ لان اخوي انا بقول انستغرامه @QIP. وشكرا على هديه عيد الميلاد اللي عندك حبيبي. طبعا تلقونا مكتوب هنا لهم حسابين @QIP و @QIP_shop. الاخ سيف الحسيني حسابك انستغرام؟ حسابي
حبة حبة S A W A F عد من جديد حبة حبة يلا عد S A W A F K O 27 الله يوفقكم صراحة شباب مبدعين مبدعين نكمل لفتنا وقفة جديدة مع المبدعين اللي جاوا في كوميك كون باقي اسبوع ونعود الى احداث جيم اوف ثرونز واشوف الشخصيات موسومة كل الشخصيات مهمتني كارل دروغو جابوه بهيبة وبغموض خيالي صراحة واضح ان اللي يرسم مو بس يقلد يجسد الشخصية اللي يرسمها طبعا عرفكم على رسام رسام كوميك وسمعت ان له قصة كوميك بيسويها وبما انه يعرف يجسد مشاعر الشخصيات صح وهي يرسمها اعتقد انه حنشوف قصة خيالية تعرف عليك السلام عليكم اسمي علي كشواني من الامارات نعم وراسمين اليوم شخصيات من افلام مختلفة منهم جيم اوف ثرونز بستايلي لرسم الخاص لي انا ما شاء الله قصتك صدمت ولا باقي؟ هو انا سويت ايشو نمبر زيرو العام يعني بس حسب اشوف الفايبس مال الناس وتقبلهم للفكره وياسين يشتغل حق الايشو نمبر 1 حاليا ان شاء الله يعني اللي يبي يدخل على حساب يشوف الرسمات يدخل على ات اي ال اي اندرسكور كشواني كشواني اي اس اتش دبليو اي ان اي ان شاء الله اتمنى لك التوفيق لان انا اشوف صراحه الشغل مبدع مبدع وحوش وحوش وحوش